وللمزيد معنا في هذا الشأن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من رام الله الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي. أهلا بك دكتور. وبداية إذن تصعيد أيضا في مدينة القدس وإجراءات أمنية غير مسبوقة أيضا عشية نقل السفارة وذكرى النكبة، إلى أي ترجحات تميل بعد هذه الإجراءات يا دكتور؟ بكل تأكيد إسرائيل تفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على مدينة القدس المحتلة. هي هودت ما نسبته 95% من المساحة الكلية 125.156 كيلومتر مربع، وبالتالي هي الآن تجول وتحوم في كل أجواء وأراضي مدينة القدس المحتلة وتنشر جنودها هنا وهناك، اقتحامات بشكل مستمر للمسجد الأقصى، للباحات هناك اليوم صباحا 500 وأطماع أكثر. وبالتالي الآن الأوضاع يعني سيئة جدا، وخاصة بأن الوضع الداخلي الفلسطيني متعزم، مع العلم بأن الجميع يلتقي على قلب رجل واحد إذا تعلق الأمر بمدينة القدس المحتلة، لكن الظروف الموضوعية والذاتية الآن يعني صعبة بالنسبة لنا كفلسطينيين من جميع النواحي، ناهيك عن بعض الدم الذي ينزل في الدول العربية وما هي بشؤونها، هناك ترهل في العالم الإسلامي، ازدواجية المعايير الدولية، وبالتالي الظروف بالنسبة لنا صعبة، لكن إسرائيل الآن تحاول قدر المستطاع يعني التحكم بكل صغيرة وكبيرة، حتى الهواء الذي نتنفسه تتحكم به. لهذا السبب الأوضاع صعبة جدا جدا جدا. أيضا طب فيما يبدو أن قوات الاحتلال عازمة أيضا على المزيد من الاستفزاز لمشاعر الفلسطينيين والعرب، وأيضا هذا يأتي أيضا قبيلة أو عشية أيضا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في رأيك هذا التصعيد كيف سيكون الرد عليه شعبيا أولا من الشعب الفلسطيني والعرب؟ بكل تأكيد الشعب الفلسطيني جاهز لممارسة نضاله المشروع، لكن كما أشرت هناك الظروف صعبة الداخلية، هناك الاستعدادات يعني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى أطر، تحتاج إلى مؤسسات، تحتاج إلى تنظيمات. هذه العفوية يعني تهب لحظة وتطفي لحظة أخرى، وبالتالي أنا أستطيع أن أقول يعني ليس بالشعارات يحيا وحده الإنسان، علينا أن نتعامل بيقظة وأن نتعامل بجدية على كل ما يجري في ذلك، لأن صمود هذا مهم أولا حتى أن لا يقع ضحايا كثيرين، وإسرائيل مستعدة للقتل المباشر لأكبر عدد من المواطنين. لهذا السبب يجب أن نحمي أنفسنا حتى أن نستمر في نضالنا. ثانيا يجب أن نرتب أوراقنا الداخلية وأن نحقق وحدتنا الوطنية، هذه أمور يعني بحاجة إلى ترتيبات داخلية ليتسنى لنا النهوض بنضالنا في إطار النضال المشروع كما أقرته قرارات الشرعية الدولية. دكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله.